بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما احنا عارفين طبعا أنه شهر هاتور ده موسم زراعة القمح في مصر، عشان كده من زمان قوي الكنيسة مرتبة أنه الحد الأول والتاني من هاتور يتقرى فيهم مثل الزارع، وعايزة تقول لنا بوضوح يعني أن في زرع أهم يجب أن احنا نلتفت ليه، هو زرع كلمة ربنا في حياتنا. زرع كلمة ربنا في حياتنا بيدي قيمة لحياتنا. الأرض اللي مش مزروعة أرض قيمتها قليلة جدا. الأرض لما بتتزرع وتبتدي تدي إنتاج قيمتها بتعلى، وحياتنا كده قيمتها بتعلى لما تتزرع فيها كلمة ربنا. كل ما الإنسان يشبع من كلمة ربنا كل ما حياته تتملي بالحكمة وتتملي بالثمر الصالح، وتلاقي الناس حاسة قد إيه الشخص ده مليان نعمة وممكن يكون فيه ثمر حلو كلنا ندوق منه. أما الأرض اللي ما بتتزرعش فهي بتبقى ملهاش قيمة. الأرض الجيدة مش بتبقى جيدة كده من غير مجهود. الأرض الجيدة عايزة مجهود كبير قوي عشان تبقى جيدة. محدش يفتكر ان الارض الجيدة دي هتكون ثمرة كسل او ثمرة يعني حاجة طالعة كده اهي ارض جيدة. لا، الارض الجيدة دي ارض اتبذل فيها مجهود هايل، اتبذل فيها مجهود عشان نحوط عليها، محدش يدوس وإلا تتحول لطريق. خصصت الارض دي لربنا، قطعت من وقتي، قطعت جزء كبير كده وخصصته للزرع بس محدش يدوس فيه. الأرض الجيدة دي عايزة واحد حريص جدا إن ما يسيبش الأرض تنشف، إن الأرض لو نشفت وما كانش بتتروي باستمرار هتيجي يبقى فيها طبقات جافة وبعدين تتحول إلى طبقات صخرية. ده اللي أنا يمكن هركز عليه في الآخر، النوع ده بالذات. فالأرض الجيدة عايزة واحد بيواليها باستمرار، بيرويها باستمرار عشان ما فيش حاجة فيها تنشف وتتحول إلى طبقة حجرية أو صخرية. والأرض الجيدة كمان ثمرت سهر وانتباه إن ما فيش شوك يجي من برة ويتزرع فيها، وأي شوكة أي بذرة شوك بتقع بسرعة بطلعها وبرميها برة، ما استهونش بيها. مقولش قال الأرض الجيدة مش مشكلة يعني شوكتين موجودين في الأرض، لا، الأرض جيدة لكن الشوك هيخربها، هيخنق أي حاجة موجودة فيها، وكل زرع حلو هيتخنق نتيجة زي ما قال السيد المسيح في تفسيره للمثل، نتيجة غرور الغنى وهموم العالم وشهوات سائر الأشياء. ده هم بسيط أنا مشغول بيه، لا ده يخنق. الأرض الجيدة عايزة واحد مصحصح لها وبيتعهدها باستمرار عشان تجيب ثمر، وإلا مش هتجيب ثمر. الأرض الجيدة ما هياش حاجة يعني ما هياش حاجة كده بالساهل، ما الواحد يشوف أرض كده مطلعة ثمر حلو، دي ما كانتش حاجة بالساهل، دي اتزرعت بالدموع. والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإيه؟ بالابتهاج. ما كانتش كده حاجة بالسهل. حاجة تانية أتكلم عنها، نوعيات الأراضي. قد تكون في حياتنا كل النوعيات دي في مساحات متنوعة، بمعنى أنه ممكن أهمل في جانب معين من حياتي فيحصل يحجر، أو أهمل في متابعة منطقة معينة يجي عليها بزار شوك وتكبر، بمعنى أن نوع الأرض ممكن يتغير بحسب اهتمامي وعنايتي بيه. إذا أنا اهتميت واعتنيت بيه يتحول إلى حالة أفضل، وإذا أنا أهملته بداعي أن دي أرض كويسة وجيدة
لو جيدة بس عايزة تتروي وإلا هتحجر، عايزة تاخد واحد يحرتها أول بأول وياخد باله منها وينظفها وإلا هتملي شوك. يعني مش الأرض الجيدة دي ناخدها كده for granted يعني أنا خلاص هي جيدة يبقى هتفضل طول عمرها كده، لا، الأرض الجيدة عايزة اهتمام وعناية علشان خاطر تفضل جيدة وتتحول إلى حالة أفضل. هاجي زي ما قلت أركز النهاردة شوية على النوع الثاني اللي هو الأرض المحجرة. الأرض المحجرة دي فيها صفة تبدو صفة كويسة، أولا هي أرض شكلها حلو من بره لأن الحجر جوه، وفي ناس يقول لك احنا لينا اللي بره، اللي بره كويس ازوق من بره واحسن من بره واخلي كلامي كويس مع الناس وتعاملي لطيف وشيك خلاص. طب وجوه انت عندك جوه مشكله خطيره، انت مستهون بيها ولا ايه؟ دي مشكله خطيره فعلا، لا ما تستهونش بيها، دي هتخلي الارض يعني ضعيفه الثمر او عديمه الثمر وممكن كمان يعني وطبعا تبقى قليله القيمه. شكلها من بره كويس لكن من جوه فيها مشكله خطيره لازم نواجهها، لازم نواجهها. ما ينفعش ان الانسان يكتفي بس باللي بره، لان اللي بره ده ما بيكشفش عن حاله الارض، محتاجين ان يكون الارض كويسه من جوه كمان. ولاد ربنا يهمهم قوي ان هم يهتموا بجوه، سيد المسيح علمنا كده، طهر أولا داخل الكأس، بيعودوا يحاسبوا نفسهم وينظفوا حياتهم من الحجارة اللي فيها ومن أي شوائب فيها، لأن هم حريصين على أنهم يجيبوا ثمر. تقول بس يعني ما شكلها كويس من بره بس مش هتجيب ثمر، لأن فيها مشكلة خطيرة من جوه، في حاجة محجرة جوه، في جفاف، يمكن في كبرياء، يمكن في عناد، يمكن في شهوة مدفونة، طمع في الدنيا، شهوة جسدية، عادة وحشة الواحد مرتبط بيها محجرة القلب جوه، محجرة القلب جوه. النتيجة تنزل البذرة وبعدين في الآخر تحترق. ايه قصة البذرة اللي بتحترق دي؟ اولا النوعية دي بنسمع انه لما البذار الزرع نزل نبت حالا. انا عايز اتكلم شويه عن نبت حالا دي. نبت حالا تقولي دي حاجه جميله، ده قلبه حلو جدا، اول ما سمع كلمه ربنا انفعل وجه وقال انا عايز اخدم في الكنيسه، هم محتاجين الحاجه الفلانيه انا اقوم بيها. نبت حالا. الحقيقة ان دي علامة مرضية وليست علامة صحية. تقولي ازاي بقى علامة مرضية تخليك متفائل؟ لا، هي الحقيقة كده، هي علامة مرضية. تعالوا نشرح. البذرة بيبقى فيها طاقة صغيرة، الطاقة دي ربنا خالق النبات ان البذرة لما تنزل في الارض تبتدي القشرة بتاعتها تتفتح وتبتدي تعمل جدر لتحت، هو ده الأول. والطاقة اللي موجودة في البذرة مش طاقة كبيرة، يدوب تكفي لنمو الجدر، يدوب، وتعمل الجدر فالجدر يبتدي ينزل للتربة العميقة اللي فيها الرطوبة واللي فيها الغذاء، ويبتدي الجدر يغذي يمد النبات كله بالطاقة، وطاقة غير محدودة بقى، واخدها بقى من أرض، طاقة غير محدودة، ياخد زي ما ياخد والنبات يبتدي ينمو لفوق. لكن النبات اللي بينبت حالا ده معناه ايه؟ ده مش معناه ان دي علامة صحية، لا، زي ما قلت دي علامة مرضية. ان الجدر جه ينزل لقى السكة مقفولة، لقى الطريق مسدود، لقى صخر، مفيش جدر. إذا واحد بيسمع كلمة ربنا ويقول لذيذة وجميلة بس أنا مش هغير حاجة، في صخر بيصطدم بيه، في كبرياء، في طريقة معينة أنا متمسك بيها،
بسمع كلام جميل بس انا مش هقدر اسيب الحاجه الفلانيه، مش هقدر اسيب الخطيه الفلانيه، انا مش هغير طريقتي، انا ما اقدرش اصحى بدري، ما اقدرش اصلي بكر، ما اقدرش اجي القداس بدري. الكلمه بتنزل عايزه تعمل جدر، ده البدايه وده الاساس عشان تمد الحياه الروحيه بالطاقه. لما بنطبق بقى طبعا اكمل الاول، الطاقه اللي كانت في البذره خلاص خلصت في تكوين الجدر، والجدر يبتدي يمد النبات بالطاقه، يبتدي النبات ينمو، ولما النبات ينمو ويكبر الشمس تيجي، لازم الشمس هتيجي سخنه جدا، بس في جدر قوي بيمد النبات بالرطوبه ويمد النبات بالعصاره وبيمد النبات بالطاقه، فمهما الشمس تضرب لكن النبات لاقيه طري وفي رطوبه وجميل وطازه كده وحلو. لكن افرض بقى كانت الارض محجره والجدر سكته مسدوده، فالطاقه البسيطه اللي كانت موجوده في البذره راحت مغذيه ساق صغير طالع لفوق، عشان كده يقول نبت ايه حالا، نبت بسرعه، نبت حالا، لا دي علامه خطيره خالص، دي علامه ان الجدر ضامر وسكته مسدوده، دي علامه خطيره خالص. طبعا طلع نبات شكله حلو ومخضر كده لفوق، جت الشمس، طب عايز يكمل، مفيش طاقه خلاص، مفيش طاقه يكمل، الشمس تضربه يدبل ويموت لان مفيش طاقه، الطاقه اللي كانت موجوده في البذره الصغيره خلصت. هكذا لو طبقنا في حياتنا الروحيه، الجدر في حياتنا هو ده اول حاجه لازم نهتم بيها، الطاقه اللي احنا بناخدها من الكلمه الروحيه والصلوه وحضورنا الكنيسه، بناخد طاقه، الطاقه دي اهم حاجه نستخدمها في تقويه الجذور وصناعه الجذور وتقويتها، اهم حاجه. مش هطلع بيها البر وابتدي ادخل، عايز ادخل في الخدمه، عايز اجي اعمل حاجه وادخل في وسط الناس، وانا سمعت وعظه عجبتني خالص فعايز ابتدي ارجع لربنا واشغل وقتي بقى بربنا وفي الكنيسه. بص، اهم حاجه الجدر، ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابيك الذي في الخفاء، ادخل اعمل جدر، اعمل جدر في الانجيل واقعد اقرا وافهم واسال، اعمل جدر في الكنيسه، والكنيسه ما اقصدش بيها المبنى، انا قصدي بيها الحياه الكنسيه، العباده واقوال الاباء والصلوات والتسبحه والعمق بتاع الكنيسه، قديسين بتوع الكنيسه واقوال الاباء بتاعه الكنيسه، ايه ده، ده الجدر، عملت جدر قوي. وبعدين بعد فتره دعوني بقى للخدمه، بس بعد ما عملت جدر ده تظهر على السطح، النبات بعد ما يعمل جدر كويس يظهر على السطح مفيش مشكله، تيجي الشمس، تيجي المتاعب، تيجي تجارب، تيجي احمال تقيله، ساعات نلاقي ناس في الخدمه مش عايز يشيل حاجه، مش قادر يشيل ولا حمل، لما الحمل يتقل عليه يسيب الصليب ويمشي، ما عندوش جدر، يعني ما عندوش جدر. لو عنده جدر قوي مهما يشيل، مهما الشمس تشد عليه، في جدر قوي جدا جوه الارض بيجيب له ميه وبيجيب له، بيرطب حياته وبيعزيه وبيشبعه. يحكي لي ابونا رفائيل افامينا يقول لي بص، هو النظام بتاع البابا كرولوس كان كده، يوم الفجر التسبيحه والقداس، يشحن البطاريه وبعدين يقابل الناس، والمشاكل والمصايب والمتاعب والاخبار والحاجات الصعبه كلها تيجي، بس ايه، شحن البطاريه كويس، عامل جدر عميق منذ شبابه، المطانيات والقداسات والمزامير، جدر عميق بيغذيه فيقدر يصد قدام الشمس الحارقه. كنت يعني العيب مش في الشمس، العيب في ان الجدر ضعيف او
في حجارة سد سكة الجدر فما تكونش جدر فاحترق. صعب قوي، منظر صعب، نبات لذيذ كده ولسه طالع كده جديد وحلو وبعدين يحترق. ياه منظر مؤلم قوي. واحد كده لسه جاي الكنيسة وبدأ يدخل ويعمل أنشطة وبعدين مش عارف فلان قال له كلمة وساب الكنيسة ومشي، يقول لك ما بقاش يجي دلوقتي أصل فلان زعله. فلان إيه اللي زعله؟ فين الجدر؟ فيش حاجة اسمها حد زعله. الشمس لازم هتخبطنا شوية كده شوية كده بقصد أو بغير قصد، لكن أنا ثبتت في الكنيسة، ثبتت في ربنا وعملت جدر قوي، مش مستحيل أسيب الكنيسة ولا مستحيل أسيب خدمتي. أنا عملت جدر قوي. الطاقة اللي بناخدها باستمرار من كلمة ربنا، من القداس، من التناول، الطاقة دي لازم نستخدمها في تكوين الجدر. لازم ننزل بيها لجوه، لجوه مش لبره. في ناس دايما تمتد لبره وتعمل كده حاجة لبره وبعد كده ده، بس دي مش علامة صحية. عرفتوا يعني ايه علامة مرضية؟ لان الاساس في الحياة الروحية الجدر القوي، ولما يكون الارض من جوه كويسة والجدر ماشي واخد سكته ونزل بعمق وصل للأعماق وللينابيع اللي جوه الأرض وجاب المية، بس خلاص ياخد تعزية غير محدودة، ياخد غذاء ونمو غير محدود، تلاقي الشجرة تطلع وتكبر وتتآوى طيور السماء في أغصانها. الأرض الجيدة تلاقيها أرض حريص الشخص فيها إنه ما تتكونش طبقات جافة علشان هتتحول لصخور تمنع نمو الجدر. فإنسان باستمرار بيروي، استمرار بيسمع كلمة ربنا، بيقبلها في قلبه، بيحفظها، بيترجمها في حياته العمل، وبيصبر عليها من جوه، يحفظها ويتأمل فيها، ويثمرون بالصبر، والثمار تطلع وتكبر وتنمو. ربنا يدينا كده ان تكون حياتنا باستمرار بتتغذى وبتتغني بكلمة ربنا عشان تبقى ليها قيمة، وتكون حياتنا دايما حريصين ان الارض بتاعتنا نعتني بيها، نشيل منها الاشواك، اي بذرة صغيرة غريبة لازم ما نخليهاش ابدا تتشال، اي فكرة غريبة ما نديهاش مكان لألا تتحول الى شوك وهم يخنق الكلمة. وأيضا نعتني أن احنا بنروي باستمرار أرضنا علشان وإذا كان فيها صخور لازم ننقيها ونشيلها، ونقول يا رب ساعدنا على تفتيت أي صخور موجودة علشان الأرض تبقى مهيئة لنمو الجذور. ودايما الطاقة اللي احنا بناخدها من كلمة ربنا نستخدمها في تنمية علاقتنا الداخلية مع ربنا لكي نكون أيضا مثمرين. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.